Palestinian people have a legal right to the immediate end of the occupation. התוצאות המבצעיות הן מרשימות מאוד. أهلا بكم في ملف اليوم، معي أنا ماجد الفارسي. المحكمة الجنائية الدولية قد تصدر أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزير الأمن يوف جالنت، ورئيس هيئة أركان الجيش هيرتسي هاليفي، كما تشير التوقعات الصادرة من الداخل الإسرائيلي. وتداعيات أوامر الاعتقال التي ستصدر في مايو المقبل تقول تقارير إسرائيلية أن عواقبها ستكون مدمرة بعد أن ينظر لإسرائيل بأنها مجرمة حرب، لكن التقديرات ذاتها تقول أن ذلك لن يكون ممكنا دون ضوء أخضر من الأمريكيين، وهو ما قد يضع العلاقات بين تل أبيب وواشنطن على المحك في وقت حساس للغاية. في التفاصيل، نقلت صحيفة معاريف عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قلق من احتمال صدور مذكرة اعتقال بحقه من المحكمة الجنائية الدولية على خلفية الحرب على قطاع غزة. وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أن هناك اعتقادا بأن صدور مذكرة الاعتقال مسألة وقت، وقد تشمل مع نتنياهو وزير الدفاع يوآف جالنت ورئيس أركان الجيش هيرتسي هاليفي. في هذا السياق قال وزير الخارجية الإسرائيلية أن أوامر الاعتقال المتوقعة من لاهاي هي قمة النفاق، وقال أن المسؤولين الإسرائيليين لن يغادروا البلاد إذا لزم الأمر. بدوره قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل لن تقبل أبدا أي محاولة من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لتقويض حقها الأساسي في الدفاع عن نفسها وفق تعبيره. وأضاف بالقول أن التهديد ضد جنود الجيش الإسرائيلي والشخصيات العامة في إسرائيل هو أمر فاضح، وأنه لن يستسلم له على حد تعبيره. معنا من لندن أستاذ القانون المقارن والتنمية السياسية الدكتور نهاد خنفر، ومن الناصرة محرر الشؤون العربية في صحيفة ها آرس جاك خوري. أهلا بضيوفي، سأبدأ بداية مع دكتور خنفر. دكتور، اليوم نحن نتحدث أن إسرائيل هي واقفة في مفترق طرق، مذكرة اعتقال ستخرج في حق رئيس الوزراء، في حق وزير الدفاع، في حق رئيس الأركان، هي ستؤثر على كل شيء في إسرائيل، ليس فقط علاقاتها الدولية لكن اقتصادها وسياحتها ومكانتها وكل شيء. ماذا يعني صدور أوامر الاعتقال هذا إذا صدرت بالنسبة لإسرائيل قانونيا وبالنسبة لهذه الشخصيات؟ أولا، أن الهرم السياسي والعسكري والأمني في إسرائيل سيصبح ملاحقا بموجب قرارات صادرة عن محكمة الجنايات الدولية، والتي تؤشر بشكل واضح على أن هذه النخبة الحاكمة في إسرائيل متورطة في جرائم حرب، وربما أوسع من جرائم الحرب، لأننا نتحدث أيضا عن تقارير دولية وازنة تفصل جرائم ضد الإنسانية وتعطي تفاصيل أيضا عن الإبادة الجماعية، كما شاهدنا طبعا في الدعوة المقدمة من جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية. ولذلك فإن الدول التي تسمى جمعية الدول الأطراف، والتي تتكون من 123 دولة مصدقة على ميثاق روما الأساسي المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية، ستكون ملزمة بموجب قرارات هذه المحكمة باعتقال أي شخص تصدر بحقه مذكرة اعتقال، وبالتالي سيكون هناك تحرك عملي، وسيكون هناك أيضا قدرة للدول المشتركة أو المصدقة على ميثاق روما الأساسي
بأن تتحرك لاعتقال وتسليم هؤلاء المتهمين لوضعهم أمام المحكمة الجنائية الدولية. وربما تتطور الأمور، يعني كما شاهدنا بعد قرارات محكمة العدل الدولية أن كثير من الدول والمؤسسات سواء التجارية أو الأكاديمية على مستوى العالم سواء انسحبت بشكل علني أو قامت بخطوات جدية باتجاه وقف التعامل مع إسرائيل، سواء فيما يتعلق بالمستوى التجاري أو بمستوى أو المستوى الأكاديمي، وخلافه طبعا من العلاقات التي تصبح الدول في منأى عنها أو تريد أن تضع نفسها في منأى عن هذه العلاقات لأنه يتعامل مع شخص أو مع دولة تقف في قفص الاتهام. المعنى الآخر لهذا الموضوع وهو أن المحكمة الجنائية الدولية على خلاف محكمة العدل الدولية تقوم بتوجيه التهم للأفراد وليس للدول، وبالتالي نتوقع أن يكون هناك إذا صدرت مذكرات الاعتقال، وهو احتمال قوي بالمناسبة، وسأتعرض لماذا سيكون هناك احتمالا قويا بتوجيه أو بإصدار مذكرات الاعتقال، لكنها تستطيع أن تتوسع لتبدأ من الجندي العادي وحتى رئيس الدولة أو رئيس الهرم في تلك الحكومة، وهو هنا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وبالتالي يعني الأمور ستصبح معقدة جدا لأن كل فرد تقريبا في الجيش الإسرائيلي ممكن أن تقع على عاتقه مسؤولية الانخراط في جرائم حرب، ملاحق ومعرض للاعتقال أيضا. طيب سيد جاك خوري، طبعا هو محرر الشؤون العربية في صحيفة هارتس. سيد جاك، نتنياهو قلق جدا، قرب ربما مذكرة الاعتقال سيصبح رسميا مجرم حرب أو متهم بجرائم حرب، هو وزير الدفاع رئيس الأركان، الصور من قطاع غزة واضحة، المقابر الجماعية واضحة أيضا، أين يضع هذا إسرائيل في هذا التوقيت؟ هذه تحصل لأول مرة، ليس فقط لرئيس وزراء لكن لأي شخصية إسرائيلية. ماذا يعني هذا بالنسبة لإسرائيل، بالنسبة لرئيس الحكومة، بالنسبة لهذه الشخصيات القيادية هناك؟ نعم، تحياتي لك ولضيوفك وللمشاهدين. يعني أنا طبعا لست خبيرا في القانون الدولي، ولكن من خلال قراءتي واطلاعي وأيضا الاتصالات التي أجريناها في الساعات الأخيرة، أولا يجب أن نتعامل مع هذا الموضوع بحذر وبحذر شديد، وأبعاد هذا الملف ليس فقط على الساحة الخارجية الدولية والقانون الدولي، وإنما أبعاد هذا الملف داخليا داخل المجتمع الإسرائيلي. بمعنى هنالك بعض المحامين المطلعين على القانون الدولي في إسرائيل وليسوا من مؤيدي نتنياهو قالوا بشكل واضح قد يكون رفع هذا الملف وأن يتم إبراز هذا الموضوع تحديدا من داخل جهات إسرائيلية يأتي أيضا للتحدث إلى القاعدة الشعبية لنتنياهو ولمؤيدي أن هذا الخطر الآن بات خطرا حقيقيا، وإذا وصلت الأمور إلى شخص رئيس الحكومة ووزير الأمن وقادة الأركان في الجيش الإسرائيلي عندها هذا سيصل إلى كل جندي كما قال ضيفك الكريم في الجيش والمؤسسة الأمنية والعسكرية، وبالتالي أصبحت إسرائيل الآن في قفص الاتهام وليس بنيامين نتنياهو الشخص، وواضح أنه هذا يريد أن يستفيد منه سياسيا وشعبيا وانتخابيا، سميها كما شئت. هذه نقطة. نقطة أخرى، يجب أن نتعامل بحذر مع سرعة إصدار مذكرات الاعتقال. يعني نحن نتعامل مع ملفات مطروحة أمام المحكمة، محكمة الجنايات الدولية، منذ سنوات، يمكن أن نقول حتى أكثر من 10 سنوات، لم يتم التعامل بجدية من قبل إسرائيل أن هنالك فعلا خطر داهم. واضح أن الأمور تغيرت بفعل الصور والمشاهد التي يتابعها العالم من قطاع غزة، وأيضا التوجه الذي صدر عن نتنياهو في تغريدة له يحذر من تداعيات هذا الأمر. ولكن يجب أن ننظر إلى هذا أيضا في مسارين. الأول أن السماح بالحديث عن هذا الموضوع بما في ذلك من قبل الولايات المتحدة قد يكون رافع الضغط أخرى، يعني يتم من خلال هذا الصوت حتى لو كان محدود أن يستغل ضد نتنياهو لكي يقدم بين قوسين تنازلات مثلا في المفاوضات حول صفقة التبادل، ولربما لمنعه من التوغل بريا في مدينة رفح، وطبعا الكل يحذر من تداعيات هذا الأمر. ثانيا أن هنالك يعني محاولة أيضا للتحذير من تداعيات هذه الخطوة في حال لم يتم التجاوب مع مطالب إسرائيل المتعلقة بالتوصل إلى صفقة تبادل، وبالتالي الموضوع سياسيا
معقد ومركب، وأنا أقول أيضا يجب أن لا نسرع إلى استخلاص العبر في هذه المرحلة، ليس دفاعا عن حكومات إسرائيل المتعاقبة وعن هذه الحكومة تحديدا، ولكن تعودنا أن عجلة العدالة الدولية في هذه الملفات تسير ببطء وببطء شديد جدا، ولكن كون الحوار يتم حتى فيما بيننا الآن هذا معناه أن هذا الموضوع وصل لأول مرة بهذا الزخم إلى هذه الواجهة. هذا صحيح، ابقوا معي ضيوفي في هذا الإطار. إذن تزداد المخاوف في إسرائيل من إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم في غزة. يأتي ذلك وسط تحقيقات تجريها المحكمة بمجريات الحرب بعد ما أعلنت في 17 نوفمبر الماضي تلقيها طلبا من 5 دول أعضاء بالتحقيق بالهجمات الإسرائيلية. ويمكن للمحكمة النظر بالجرائم الإسرائيلية لأن دولة فلسطين انضمت إليها رسمياً عام 2015، مما جعلها صاحبة اختصاص في الملف. وطبقاً للنظام روما الأساسي للمحكمة، يحق للدول الأعضاء في المحكمة ومجلس الأمن الدولي والمدعي العام للجنايات الدولية فتح تحقيق في جرائم الإبادة والحرب والجرائم ضد الإنسانية والعدوان. وأهم ما يعرقل فتح تحقيق في الجرائم المرتكبة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس عدم انضمام إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وعدم اعترافها بسلطتها، وعدم اعترافها بالدولة الفلسطينية، كما أنها ترفض التعاون مع محققيها الجنائيين أو منحهم تأشيرات الدخول والسماح لهم بحرية التنقل والوصول إلى أماكن الجرائم المفترضة والحديث مع الضحايا والشهود. وكانت إسرائيل والولايات المتحدة من بين 7 دول فقط صوتت في الجمعية العامة ضد تأسيس المحكمة الجنائية الدولية عام 1998. ورغم توقيعهما على قانون المحكمة دون المصادقة عليه فإنهما سحبتاه في 2002. رغم كل المعلومات والملفات والدعاوى لدى المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل على خلفية حروب غزة السابقة، فإن المحكمة لم تدن إسرائيل ولم تصدر أي مذكرة اعتقال بحق أي مسؤول إسرائيلي. ومع أن إسرائيل لا تعترف بسلطة المحكمة الجنائية الدولية إلا أنها تخشى من تداعيات صدور قرارات باعتقال مسؤولين فيها لعدة أسباب، من بينها الحد من حركة المسؤولين الإسرائيليين على الصعيد الدولي خشية من تنفيذ أوامر الاعتقال، كما تخشى إسرائيل أن تستغل أوامر الاعتقال إعلاميا وأن تزيد من حجم الانتقادات لإسرائيل على الصعيد الدولي. وهناك قلق إسرائيلي من امتناع الدول الغربية بتزويدها بالسلاح في حال صدور اتهامات للمسؤولين بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية في غزة، كما يخشى الائتلاف الحاكم في إسرائيل من أن تنعكس أوامر الاعتقال على الوضع الداخلي وأن تدعم موقف المعارضة المطالب باستقالة الحكومة. أعود مرة أخرى إلى ضيوفي من لندن أستاذ القانون المقارن والتنمية السياسية الدكتور نهاد خنفر، من الناصرة محرر الشؤون العربية في صحيفة هارس جاك خوري. دكتور نهاد، مرة أخرى نحن نتحدث عن وصول الأمور إلى أن بعض المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، وزير خارجية قال مسؤولين لن يسافروا لأنهم ربما يتخوفون مسألة الاعتقال. هذه تطورات كبيرة جدا، ما فرص نجاح صدور مذكرات الاعتقال وما ارتباطها في مسألة الضوء الأخضر الأمريكي حقيقة؟ لأننا نتحدث عن عقود من محاولات رفع مثل هذه القضايا ودائما تفشل، لماذا تنجح اليوم وهل هناك ضوء أخضر أمريكي؟ لا، الولايات المتحدة الأمريكية هي من الدول المعادية بشكل حقيقي وجدي لميثاق روما الأساسي، ونحن نعرف بأنها حتى اتخذت إجراءات وعاقبت بعض قضاة ومدعي محكمة الجنايات الدولية قبل ذلك، وهذا الحديث لا زال يعني في الذاكرة حيا لأنه حصل بشكل يعني قبل سنوات قليلة بالمناسبة، وبالإضافة إلى أنها يعني دولة غير مصدقة وغير موقعة على ميثاق روما الأساسي، وبالتالي الضوء الأخضر على ما أعتقد هو بعيد كل البعد عن لا أدري. دكتور نهاد، ربما فقدنا دكتور نهاد، سنحاول طبعا الوصول إليه. سأنقل هذا السؤال لسيد جاك خوري. سيد جاك،
يعني اليوم نحن نتحدث مرة أخرى عن الضوء الأخضر الأمريكي، وهل ممكن أن يعني الولايات المتحدة تترك دعمها لنتنياهو ولإسرائيل بصدور مثل هذه القرارات؟ هل هذه وسيلة ضغط أمريكية أم ماذا؟ يعني كيف يقرأها السياسيون، مجلس الحرب مثلا كيف يقرأها في هذا التوقيت؟ يعني أعتقد أن نستخدم عبارة ضوء أخضر، أعتقد هذا التعريف مبالغ به، بمعنى أن الموضوع ليس نتنياهو وشخص نتنياهو. في حال بدأ التعامل مع إسرائيل بهذه الملفات وأمام محكمة الجنايات الدولية، فهذا سيصل إلى كما ذكرت في إجابة الأولى إلى كل المؤسسة الأمنية والسياسية الإسرائيلية، وبالتالي لا أعتقد أن الولايات المتحدة رغم تحفظها وتوجهاتها التي استمعنا إلى بعض تفاصيلها والتصريحات الرسمية من مسؤولين أمريكيين ضد نتنياهو الشخص وضد هذه الحكومة تحديدا وسياسات هذه الحكومة، ولكن هنا ليس كما ذكرت ليس نتنياهو فقط في قفص الاتهام وقادة الأجهزة السياسية والأمنية، بل سيصل في مرحلة ما إلى دولة إسرائيل. وبالتالي أن نقول بأن الولايات المتحدة تعطي الضوء الأخضر كما ذكرت هذا مبالغ فيه، ولا أعتقد أن الولايات المتحدة ستسمح بهذا الأمر، لأنه في حال كما ذكرنا وصلت الأمور إلى هذا الحد فستكون لهذا انعكاسات على جهات عديدة على مستوى الشرق الأوسط وحتى على مستوى دول أخرى في الغرب بما في ذلك الولايات المتحدة. ولكن صحيح قد يكون السماح بالحديث في هذا الموضوع وعدم وأده مباشرة حتى على المستوى الإعلامي يأتي لإيصال رسائل معينة لإسرائيل ولحكومة نتنياهو أنه آن الأوان لأن تنتهي هذه الحرب. أعتقد أن الامتحان الأكبر لكن سيد جاك قبل الحديث يعني عن الموضوع من ناحية قانونية، أخلاقيا إسرائيل الآن بعد مقتل 34,000 مدني، صور تتناقل يعني حتى إذا لم ينقلها الإعلام التقليدي منصات التواصل الاجتماعي تنقلها بالتفصيل، قتل الأطفال، قتل النساء، يعني هذه الصورة أيضا تحرج ليس فقط إسرائيل ولكن تحرج الولايات المتحدة الداعمة لها، وبالتالي لابد من ضغط على نتنياهو، يعني هو من يقوم بكل هذا. يعني أن ننتظر الآن كما ذكرت لك، يعني ربما الأستاذ هو أفهم مني في الموضوع القانون الدولي والحركة يعني المحكمة، ولكن واضح أن الضغط الأساسي هنا ضغط سياسي. وكما ذكرت في حال مثلا وقفت الحرب خلال أسابيع قليلة أو حتى خلال أيام، إذا نجحت الجهود التي تبذل الآن من قبل مصر في هذه الأيام لإنهاء هذه الحرب والتوصل إلى اتفاق، إلى أي مدى هذه المذكرات ستبقى في الواجهة وستناقش فعلا وسيتم الحديث عن استصدارها، أم سيتم كما ذكرت وعدها وإدخالها إلى الجارور كما نقول لفترة أو لأجل غير مسمى. واضح أن هنالك ضغط سياسي، واضح أن هذه الآلية أن تبرز هذه القضية في هذه المرحلة تحديدا بعد 6 أشهر. يعني أنا أسألك، هل 34,000 ضحية من ضحايا الحرب في غزة هو رقم يعني كبير، و20,000 هو رقم قليل؟ بمعنى هل يجب أن نصل إلى رقم معين من الضحايا حتى تتحرك المحكمة الدولية وتقول ويقول المجتمع الدولي شيء ما؟ ونقول لك شيء آخر في هذا الموضوع، من الواضح أن إسرائيل ستذهب أيضا إذا ذهبت إلى المحافل الدولية كما حصل بما في ذلك المحكمة وتسأل عن جرائم حرب ارتكبت بحق مواطنيها مثلا في 7 أكتوبر. أنا أتعامل معك بالموضوع التحليل يعني والقراءة العملية للحدث وقراءة الخطوة التالية بالنسبة لنتنياهو ولحكومته. أنت تعلم أن إسرائيل ادعاءها المركزي أننا خرجنا إلى هذه الحرب بعد الفضاء التي ارتكبت بحق مدنيين إسرائيليين في 7 أكتوبر، وبالتالي واضح أن الولايات المتحدة بمفهومها تتبنى أيضا هذه الرواية. والولايات المتحدة في بداية الحرب كانت داعمة بشكل كامل أيضا على مستوى التصريحات. متى بدأت تتغير هذه الأمور؟ أولا فترة الحرب التي طالت، ثانيا عدد الضحايا، ثالثا الضغط الذي مورس من قبل الرأي العام، رابعا أن هنالك دوافع سياسية داخل الولايات المتحدة يبرز الآن في موضوع الجامعات والأكاديمية، وخامسا أن هنالك بعد سياسي مهم. يعني الجميع يعلم أن الساحة الأمريكية لربما لأول مرة منذ عقود
تبدأ السياسة الخارجية وتحديدا ملف يتعلق مباشرة بالفلسطينيين في قطاع غزة يطغى حتى على النقاش الداخلي في الولايات المتحدة. فهنالك أبعاد كثيرة. الامتحان بالنسبة للمحكمة الدولية في حال تم إعلان وقف إطلاق النار، هل ستستمر هذه الممارسات والإجراءات وكيف سيتم التعامل؟ أعتقد لا إجابة واضحة في هذه المرحلة، ولكن أنا أقول هذه وسيلة ضغط أخرى تمارس من أجل وقف الحرب، لأن الولايات المتحدة أيضا باعتباراتها الداخلية تريد لهذه الحرب أن تنتهي. سأذهب إلى السؤال الذي طرحناه، كنا قد طرحنا السؤال التالي عبر منصاتنا: هل يتوقع صدور مذكرات اعتقال من قبل المحكمة الجنائية الدولية بحق مسؤولين إسرائيليين؟ جاءت الإجابات كالتالي: 30% فقط من المستطلع آرائهم صوتوا بنعم ستعتقل الجنائية الدولية مسؤولين إسرائيليين، بينما صوت 70% وهم الأكثرية بلا، لن تعتقل الجنائية الدولية مسؤولين إسرائيليين. وللتعليق سأعود إلى ضيوفي دكتور نهاد. دائما ما تعودنا إسرائيل رغم يعني عدد القتلى، رغم الحروب، رغم كل شيء تعمله، هي محمية من الولايات المتحدة من الدول الغربية. نتائج الاستطلاعات واضحة، هم لا يؤمنون أن هناك عدالة في مسألة إسرائيل وتصرفاتها مع الجانب الفلسطيني أو مع الشعب الفلسطيني. هل تعتقد هذه المرة مختلفة؟ إلى أي مدى هي مختلفة وممكن أن نرى تغيير كامل في قواعد اللعبة؟ هذا له أيضا قراءة قانونية بالمناسبة وليس قراءة سياسية كما يتخيل البعض، لأن ميثاق روما الأساسي ينص على الإجراءات الجنائية التي يجب اتخاذها في حالة التحقيق في هذه الجرائم وإصدار أوامر الاعتقال، ومنها هو التواصل بشكل سري مع الدول الأطراف ومع الدولة المتهمة التي وجه إليها الاتهام. نحن بدأنا نلحظ الإشارات القوية والتململ في المؤسسة السياسية والعسكرية الإسرائيلية بخصوص هذه الأوامر منذ شهر تقريبا أو أقل بقليل، بدليل بأن تصعيد اللهجة واللغة للحديث حول هذا الموضوع وإظهار المزيد من التوتر حول قرب إصدار هذه القرارات يدل على أن مكتب الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية تواصل بشكل رسمي مع الحكومة الإسرائيلية وأجهزتها وأبلغهم برسالة إصدار أو قرب إصدار مذكرات الاعتقال وينتظر ردا على ذلك. هذا ليس ممارسة سياسية، هي ممارسة قانونية، وبالتالي ولماذا لم نراها دكتور نهاد؟ لماذا لم نراها في أكثر من حرب عندما قتل الآلاف المدنيين من قبل آلة الحرب العسكرية الإسرائيلية؟ لماذا هذه المرة؟ أنا أعتقد بأن هناك بعض الأمور التي تتأثر بالجو السياسي المحيط بهذا الموضوع، ولكن ليس بالقرار بحد ذاته، بمعنى بأنه لو تحركت المحكمة الجنائية الدولية منذ الشهر الأول أو الثاني لبروز بعض الأدلة أو الإشارات أو الشبهات بأن هناك جرائم حرب ترتكب أو جرائم إبادة جماعية لحفظ الكثير من الأرواح، يعني لتم تجاوز الاستمرار في هذه الحرب، وربما وضع ضغط قانوني حقيقي على توقف أو توقيف آلة الحرب الإسرائيلية بما ارتكبته من 34,000، حيث كانت الشهر الأول والثاني يعني لا نتجاوز 10,000 ضحية مدنية في قطاع غزة. الآن أنا أعتقد بأن الأمور أصبحت تثقل الضمير العالمي بشكل كامل، يعني لم يعد هناك مجال للمنظومة الدولية أن تتغاضى، وخصوصا كما قلت في مقدمتك المقابر الجماعية الآن تشي بأن الكثير من الجرائم ضد الإنسانية قد تم ارتكابها، ويبدو أنه قد حان الوقت للتحرك في هذا الاتجاه. دكتور نهاد، دعني أترك المجال أيضا للسيد جاك خوري في هذه الإجابة. سيد جاك، معظم من استطلعت آرائهم لا يؤمنون أن مذكرات الاعتقال ستخرج، إسرائيل دائما محمية. لا أدري إذا سنصل في يوم من الأيام نرى سيد نتنياهو أو غيره معتقلين ووراء القضبان، لكن ماذا يعني هذا للجبهة الداخلية الإسرائيلية؟ ماذا يعني المعارضة تحديدا؟
يعني أولا واضح أن هنالك أمور تراكمية، يعني نحن نتحدث الآن في العام 2024، وأعتقد إذا عدنا إلى الوراء 10 سنوات نعود إلى الحرب على غزة في العام 2014، في حينه مثلا جاء في أعقاب هذه الحرب تقرير جولدستون، وتقرير جولدستون تعاملت معه إسرائيل إعلاميا بنوع من الإلغاء وعدم يعني النقاش فيه، ولكن واضح أن المؤسسة الأمنية والعسكرية والقضائية تعاملت مع هذا التقرير ودائما كان يؤخذ بعين الاعتبار. واضح أنه ما حصل في 7 أكتوبر كسر أيضا كل قواعد الانضباط، وأنا أذكرك وأذكر المشاهدين قبل 7 أكتوبر، وأنتم أعتقد كقناة تابعتم الأحداث في إسرائيل بالنسبة للخطة التي دفع بها نتنياهو للتعديلات القضائية بإعاز من بعض وزرائه وتحديدا وزير القضاء حول إضعاف الجهاز القضائي في إسرائيل والمحكمة العليا، وفي حينه كان من حذر بما في ذلك رئيس المحكمة العليا السابق البروفيسور أهرون باراك عندما قال لهم لا تضعفوا جهازنا القضائي لأنه في تلك المرحلة سنكون في مواجهة أمام المحاكم الدولية. دائما كانت المحكمة الدولية نوع من المحكمة العدل العليا الإسرائيلية نوع من الدرع الواقي، وبالتالي إضعاف المحكمة سيترجم بعد ذلك بخطوات ضدنا، وبالتالي لا تستبعد سيدي الكريم نعم. أن هذه الخطوات لا تأتي فقط من أجل الحرب ومن أجل مصلحة الفلسطينيين وعدالتهم، وإنما هنالك من يقرأ حتى في الساحة الدولية والأمريكية أن هنالك حاجة لإيقاف هذه الحكومة تحديدا طيب. في ظل وصلت الفكرة التي سيد جاك هذه الحكومة إلى من المتطرف. من الناصرة محرر الشؤون العربية في صحيفة هارس جاك خوري، ومن لندن أستاذ القانون المقارن والتنمية السياسية الدكتور نهاد خنفر، شكرا جزيلا لكما.